الشعب يريد تحقيق المطالب. الشعب يريد تحقيق المطالب. الشعب يريد تحقيق المطالب. حسن إرغي، جماعة الذكر. جينا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية باش نطالبوا بإنصاف الناس اللي ما استفدوش أولا، وثانيا بتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار اللي كتعرفوا واحد التباطؤ كبير، باعتبار أننا بلد مقبل على تنظيم كأس العالم إن شاء الله اللي كنتمناو أنه يدوز في أحسن الأحوال. ما يمكنش تنظم كأس العالم من تظاهرة عالمية باقي عندك ناس ما ساكنينش في الديور وساكنين في الخيام، وبينا نهضروا على مسائل اخرى مثلا مراعاه الخصوصيه اللي اكد عليها جلاله الملك نصره الله، واللي بالاحرى كنشكروا على على العطف ديالو. بالنسبه للمساله ديال مراعاه الخصوصيه، راه ما راعوش هاد المسؤولين الخصوصيه، ما راعوش مسؤولين الخصوصيه لدرجه انهم دابا خلقوا مشاكل وسط الدواوير. اشنو هي هاد مراعاه الخصوصيه؟ ماشي مراعاه الخصوصيه تصبغ ليا الدار دير ليها الطراب باش تبان ليا الخصوصيه، هذيك ماشي خصوصيه. خصوصيه كاين ما هو ثقافي، كاين ما هو اجتماعي، كاين ما هو اقتصادي. هذوك المنازل اللي كانوا عند هذوك الناس في البوادي، راه كان منزل تتلقى منزل عايشين فيه اسر ممتده مكونه من ثلاثه الاسر النوويه. كتجي الدوله كتعطيهم مثلا دار فيه 60 متر، فين غيسكنوا هذوك؟ يعني واحد غيدخل وجوج غيخرجوا ويقدروا يدابزوا بيناتهم. هذه ما كاينش مراعاه الخصوصيه. فهاد المساله مثلا حنا كنطالبوا بالانصاف ديال دوك الاسر الممتده، مثلا كل اسره تعوض، ماشي تعوض ليا منزل. راه داك المنزل اللي التراب راه فيه 200 متر 200 متر فيه الفوق والتحت، بلا ما نهضروا على المسائل ديال انه التحت راه كان عباره عن مورد رزق تيديروا فيه البهائم. باقي ما هضرنا على هذا الشيء ديال ان الناس مشاو ليهم الكريات ديالهم، وباقي ما هضرناش على التعويض ديال هذا الشيء. كنهضروا على التعويض ديال السكن ديال الانسان، باقي ما وصلناش مرحله نهضروا على التعويض ديال الحيوانات. وهذا كنهضروا على السكن ديال الانسان. كاين دار فيها مثلا 200 متر ساكن فيها ثلاثه الاسر، عوضوها لهم ب 60 متر كي غادي يديروا يسكنوا فيها. هذه هي الخصوصيه اللي هضر عليها جلاله الملك، ماشي الخصوصيه ديال انك تصبغ لي الدار بواحد اللون باش تبان مثلا راه هذا. ومساله اخرى، دوك الناس اللي كيبنيو كاين اللي ريب وعطاو 80000 درهم، وفي الاصل خصو ياخذ 140000 درهم، وحتى 80000 درهم كيذكروا معاه، كيعطيو ثلاثه الدفعات، الدفعه الرابعه تيقول لي ما نعطيوهاش لك، حتى تقاد لينا الفرصاده. تيقول لي لا راه بيت نقاد للداخل باش نسكن فيه، تيقول لا حنا تاهمنا غير الفرصاده. هذه راه ماشي طريقه للتعاطي مع هذا الملف الشائك. الاسم الكريم فريد بوشن، تابع ترابية لجماعة أزقر، قيادة أزقر أنقال، دائرة أمزميز، إقليم الحوز، جهة مراكش أسفي. نحضر اليوم إلى يعني مقر ولاية جهة مراكش أسفي للمطالبة بحقوقنا، يعني بعد مرور يعني سنة كاملة أو أكثر من سنة على زلزال 8 شتنبر 2023، لأنه يعني حضورنا إلى هنا معناه أننا شعرنا أو رأينا أن ثقة جلالة الملك في بعض المسؤولين تمت خيانتها بنجاح. لماذا تمت خيانة ثقة جلالة الملك بنجاح؟ أو لماذا عبرت على هذا الأمر بهذه الطريقة؟ لأن المعايير التي يتم بها اختيار المستفيدين خصوصا في القيادة، قيادة أزقر أنقال ومجموعة من القيادات التابعة لعمالة الحوز، إقليم الحوز، هي معايير غير محددة، هي معايير تشوبها الكثير من الخروقات. لانه يعني راينا ان الذي تضرر بالفعل لم يستفيد وماكث الى الان في خيمته، بينما الذين لم يتضررون يعني بالمره استفادوا على مرتين وعلى ثلاث مرات. انا اليوم يعني صراحه يعني فقدت ثقتي الكامله في بعض اعوان السلطه. لماذا؟ لانني رايت منازلهم يعني لم تتضرر بالمره، يعني لم تتضرر بالمره، ولكنهم استفادوا وبنوا منازل يعني اخرى. يعني تلقوا ان عون سلطه يعني اللي المفروض انه يكون 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 واحد يكون جدير بالثقه اللي وضعتها فيه الدوله، تلقوا انه يعني داره واقفه ما تقاش نهائيا، وهو تيبني في دار واحده اخرى وجوج ديور. وتلقوا يعني المتضرر الحقيقي مازال كاين في الخيمه الى غير ذلك من الامور. انا من الدوار واقفه من جماعه مكزال، قيادات ويرجان، عماله تحنوس، اقليم الحوز، مراكش. انا ما مستافد، راه طاح ليا الدار، طريب ليا الدار، كلشي الحوايج ديالنا كلشي مريب مهزومين. المهم ما مستافدش، تمشي عند القايد تيقول لك جبت الشكايه
تجيب لي الشكاية وترميها تما، ما تيوصلوهاش للعمالة، ما تيوصلوهاش لشي حاجة، حنا مضرارين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.